وللتعليق أكثر على البيان الذي أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بالعراق عن أوضاع المعتقلين في السجون في ظل تفشي فيروس كورونا القاتل، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله. دكتور، حذرتم في تقريركم أو في تقرير قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بالعراق من تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل السجون بالتزامن مع انتشار وباء كورونا، ما الذي تخشونه في هذا التوقيت على المعتقلين؟ أخي الكريم، لا يخفى على أحد أن السجون الحكومية المعلنة في العراق فيها اكتظاظ شديد وفيها سوء معاملة منهج، بالإضافة إلى انعدام الخدمات الصحية وحرمان الذين يحتاجونها. يعني التقارير التي لدينا تؤكد أن الإدارات تلك السجون تتعمد إهمال المعتقلين من الناحية الصحية، لم تكتفي بسلب حريتهم وعزلهم عن العالم الخارج ومنع ذويهم من زيارته وحتى المنظمات الحقوقية من ذلك، لكنها أيضا تتعمد إهمال المعتقلين صحيا، وهناك وفيات كثيرة في أوساط المعتقلين من جراء هذا الإهمال، فما بالك اليوم نحن أمام وباء عجزت الأنظمة الصحية عن التصدي له، وهو سريع الانتشار وباسط الانتشار ويهدد حقيقة حياة المعتقلين بالمطلق. هناك مئات الآلاف من المعتقلين كما ذكرتم، وهذه الأعداد الكبيرة مهددة اليوم وهي بحاجة لأن يطلق سراح هؤلاء الذين في الغالب هم أبرياء اتهموا من قبل إما كيدية وإما وشايات كاذبة وإما يعني في بطرق تحت التعذيب تم انتزاع أو يعني إجباري حقيقة على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. طيب، بالنسبة إلى إجراءات السلامة، هل تعتقدون أن إدارات هذه السجون تقوم باتخاذ ما هو لازم من أجل حماية المعتقلين من وباء كورونا؟ أخي، هي إدارات السجون هي المشكلة حقيقة، لأن هي حلقة الوصل بين الخارج وبين الداخل في السجن. نعم. ويعني الجميع يعلم أن هذه الإدارات تتشكل أو تابعة للميليشيات الموالية لإيران، وإيران هو البلد الأصل الذي جاء منه هذا الوباء خاصة بالنسبة للعراق. فهنا هذه الكارثة متوقع أن تحل مع الأسف الشديد في السجون، لأن هذه الإدارات هي الواسطة لهذا النقل، فضلا عن أنها كما ذكر يعني تتعمد إهمال المعتقلين صحيا، وبالنتيجة المسألة مركبة، ولدينا يعني مع الأسف الشديد أقولها أمام كارثة حقيقية جديدة في السجون الحكومية المعلنة إذا ما تم التحرك بسرعة باتجاه إطلاق سراح المعتقلين ولا سيما الأبرياء منهم. طيب، طالبتم في بيانكم المنظمات الدولية عفوا بالتدخل للحد من معاناة مئات الآلاف من المعتقلين والمغيبين، ما الذي تنتظرونه من هذه المنظمات؟ أخي الكريم، هنالك تلكؤ واضح من قبل إدارات السجون في العراق بمسألة الإفراج عن المعتقلين الذين يعني أنهوا مدة حكمهم أو حتى تم إطلاق سراحهم بقرار قاضي أو يخضع أو مستفيدين من العفو السابق، لكن كل هذه الفئات لم يتم إطلاق سراح معظمها لأنها هناك أساليب ابتزاز. فنحن نطالب حقيقة المنظمات الدولية الفاعلة في العراق أن تساعدنا في الضغط
على السلطات الحكومية في سبيل التسريع في على أقل تقدير الإفراج عن الذين أنهوا مدة حكمهم أو حتى يعني لا يجب أن يوضعون تحت حماية توفر لهم سبل العيش، توفر لهم أدنى الخدمات الصحية التي تمكنهم من تجاوز الأزمة حتى يتم إطلاق سراحهم فعلا. وهذا هو المطلوب حقيقة من المنظمات الدولية، لأننا نعلم هم أيضا أمامهم عقبات كثيرة، لأنه الحكومة في بغداد حكومة خارجة عن القانون، لا يعني ليست حقيقة، هي حكومة مارقة، ليست منضبطة بقانون أو بعرف أو بمواثيق أو بمعاهدات. طيب، أنتم في بيانكم أيضا دعوتم للسماح للمنظمات الطبية أو الإنسانية بتقديم الخدمات الطبية للمعتقلين، هل هذا يعني أن إدارات السجون ترفض أو هنالك عدم تعاون من قبل إدارات السجون في هذا الأمر؟ قطعا أخي الكريم، إدارات السجون لا تأبه لهذا الموضوع. إدارات السجون ليست عاجزة، إنما هي متعمدة في مسألة توفير الخدمات الصحية للمعتقلين. فلذلك يعني حتى إن قالوا أو ينقل إلينا أنهم يقولون للمنظمات الدولية أن هناك عجزا وهناك يعني ضعف نقصا في الموارد، إذا كان هذا الحال كما يدعون فخلص لنفتح المجال لمن له إمكانية في تقديم هذه الخدمات، ونحن على استعداد لتقديم هذه الخدمات بأعداد كبيرة بالتعاون مع منظمات دولية لها تحتها ولها مواقفها في العالم. طيب، يعني أخيرا، ما الذي تتوقعونه في ظل تعنت الحكومة في العراق في ما يخص هذه المطالب، وهي الإفراج عن المعتقلين وإيصال المستلزمات الطبية وتقديم العناية الصحية للمعتقلين في ظل اكتظاظ السجون بآلاف المعتقلين؟ أخي الكريم، مع الأسف الشديد أقولها بكل صراحة، نعم، الحكومة في بغداد تنتقم من الشعب، تنتقم من مناهضيها، تنتقم ممن يقف أمام المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة. وهؤلاء المعتقلون والمحتجزون والمشتبه بهم، هؤلاء يعني لدى الحكومة يعني هم صيد ثمين، وينتقمون منهم كل يوم بل كل ساعة. هذه هو أصل المشكلة. النظام القائم في بغداد هو نظام قائم على الانتقام، قائم على سلب حرية الناس، قائم على القتل، قائم على الفساد. ما نشهده اليوم في التظاهرات الشعبية الواسعة تؤكد طبيعة الحكومة، دموية هذه الحكومة، الطابع القمعي الذي استخدمته في سبيل إنهاء احتجاجات شعبية في جنوب العراق. هنا أضعها بين قوسين، في جنوب العراق السبب هو أنها هذه التظاهرات ترفض التدخل الإيراني وترفض الخضوع لإرادة طهران، ولكن مع الأسف الشديد هذا هو الواقع في العراق اليوم. وهذا الذي مع الأسف الشديد مرة أخرى هو الحاصل على الساحة العراقية. مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور أيمن العاني، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.